السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنعمل مع بعض مسقعة بالفلفل، خطيرة، أكلة كده بلدي، مسقعة بلدي مش محتاجة أي حاجة جنبها غير فرن عيش، علشان مهما تاكلي منها مش هتشبعي من حلاوتها وطعمتها. تعالوا كده نسمي الله ونشوف المسقعة العظيمة دي هنعملها ازاي. بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. اول حاجه جبت البتنجان الرومي. تعرفي منين ان البتنجانيه دي حلوه ومش مبزره من جوه؟ لما تيجي تمسكي البتنجانيه كده هتكون خفيفه. بعد كده بشيل الجزء اللي فوق وبقطع البتنجان حلقات، وتكون حلقات سميكه علشان لما تيجي تقلي البتنجان ما يشربش زيت، وكمان لما تيجي تغمسي كده المسقعه بودن القطه تشيلي لحم كده ما تبقاش ناشفه. بعد ما بقطعت البتنجان زي ما انت شايفه كده ويكون سميك، بقشر القشر بتاع البتنجان. حابه تقشريه براحتك، مش حابه تقشريه برضو براحتك، بس انا بحب اقشره علشان ما يعملش مراره. بعد ما قشرت البتنجان بحطه في المصفى، وبحط طبق تحت المصفى، وبحط 3 معالق كده ملح على البتنجان، واقلب البتنجان عشان يشرب الملح، واسيبه لمده ربع ساعه. هتبصي تلاقي البتنجان نزل ميه كتيره، هي دي اللي بتخلي البتنجان لما تيجي تقليه ما يشربش ميه. بعد ربع ساعه بشطف البتنجان بالميه، وبحط زيت على النار، واول ما الزيت يسخن بنزل بالبتنجان لغايه كده حلو. بعد ما البتنجان ياخد لون بقلبه الناحيه الثانيه، وبعد كده بطلعه على مناديل المطبخ. طبعا طبق المسقعه ده مهم جدا 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 في الثلاجه، يعني لازم تلاجتك لازم يكون فيها المسقعة. بتنفع في الفطار، بتنفع في العشاء كده جنب سندويتش طعمية، حلوة قوي قوي قوي. بعد كده بجيب الفلفل رومي على سبايسي، لو انت ما بتحبيش السبايسي بس قرن واحد بس يديها كده طعم ومذاق حلو جدا جدا. بقطعه حلقات وبغسله وتسيبيه يتصفى عشان لما تيجي تقليه ما يطرطش، وبنزل بالفلفل وبقلبه يمين وشمال عشان كله ياخد لون واحد، وبعد كده بصفيه واطلعه على مناديل المطبخ. نفس الزيت دوت باخد منه اشيل منه 3-4 معالق كده، واسيب الباقي، وبجيب معلقه من الثوم، يعني راس ثوم صغنونه كده. انا ما بعملهاش ببصل خالص، بعملها بثوم وكمون وخل. تحفه تحفه تحفه، جربيها من غير بصل تطلع معاكي خطيره. بعد ما الثوم ريحته طلعت كده وفحفحت، بجيب معلقه كبيره من الكمون وربع كوبايه من الخل، بقلب كده مع بعض كل الكلام ده. وبعد كده بجيب طماطميه اقطعها مكعبات وانزل بيها، اشوحها مع الثوم والكمون والخل، واجيب نص كيلو من الطماطم ضربتها في الخلاط. بس انا عايزه الطماطم، عصير الطماطم يكون تقيل، يعني ما بصفهوش. بعد ما ضربت الطماطم وحطيت طبعا الملح، نزلت بالطماطم. طبعا لا تتخيلي لما تيجي تاكلي كده المسقعه ويطلع معاكي مكعبات الطماطم، تحفه 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 واللهم بارك. ممكن كمان تاكليها وهي مقليه كده، تحطي ملح وكمون وكلي بقى، مش هتشبعي من الطعامه كده. الصوص ده مظبوط جدا جدا. انا عايزه الصوص يكون فيه ميه كده شويه، علشان لسه لما هنحط البتنجان بيشرب الصوص، فانا مش عايزه البتنجان يكون ناشف. بحط كبشتين كده من صوص الطماطم، وبعد كده بنزل بنص البتنجان والفلفل، وبعد كده بحط بقيه الصوص الطماطم. طبعا بدخلها الفرن 10 دقايق ربع ساعة تشمع، عايزاها تاخد كده ريحة الفرن. ممكن كمان تولعلها الشواية لمدة 10 دقايق تاخد لون كده حلو، ما تسيبهاش وقت طويل. انا عايزة المسقعة يكون فيها صوص علشان لما تيجي تغمسي كده يبقى ليها طعم حلو قوي قوي. حطيت كده الفلفل ونزلت بقية صوص الطماطم، يا حلاوة على الطعامة. تيجي تاكلي تطلعي كده البتنجانية بمكعبات الطماطم، ويا سلام بقى لو عندك كزبرة خضراء خطيرة. بتحطيها طبعا مع صوص الطماطم، بس انا ما كانش عندي للأسف فما حطيتش، بتبقى حلوة جدا جدا كده. تمام، دخلتها الفرن وكده اللهم بارك. بعد ما طلعت معايا تحفة تحفة تحفة، جربيها، طعم وريحة خطيرة كده. الوصفة خلصت، ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلي الجرس لمطبخ ام